أغلب رجال الأعمال اللي أنا قريت قصة حياتهم هم ما كانوا يتوقعوا أنه بيقدر يعمل كده. فما تستهين بنفسك، أنت تستطيع، لكن ابدأ من هنا. يعني أنت مستحيل تصل لهناك من هناك، أنت لازم تصل لهناك من هنا، تبدأ تحرك، تعمل الأشياء المتاحة حاليا، تبدأ شوية 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 تنطلق. زي ما قلنا تبيع أي حدي، هي يعني القاعدة الأساسية اللي أنا بمشي عليها، اللي هي فعلا خلتني أنا يعني أتفوق على جميع المنافسين اللي حوالي، وخلتني أنه أنا فعلا أختصر على نفسي مش 70 سنة، 700 سنة. يعني في عندنا قاعدة في البزنس بتقول if you can define them you can find them. يعني إذا دائما الدول اقتصادها أقل أو اللي دخل الفرد فيها منخفض، فيها فرص أقوى وأسرع وأسهل من الدول الأخرى في أغلب الأحيان. لكن نفس قلنا على التسعير، ضروري التسعير يكون بالشكل الصحيح، بشكل مدروس. بعد ده كله، أنت بعد ما تعمل ده كله حتعمل شيء اسمه سيستم، أو يعني ترتب هذه الجزئيات وتعمل سيستم وإدارة تدير هذه المنظومة. يعني أنت اخترت المشروع المناسب، وكان المشروع فيه الخطوات اللي احنا قلنا عليها، عرفت تسوق بالطريقة الصحيحة وتوصل للجمهور المستهدف وتبيع للجمهور المستهدف، ومن ثم عرفت الإنتاجية وتنتج لهم وتبيع لهم المنتج أو الخدمة بشكل صحيح وخدمة ما بعد البيع، يجب عليك أنه أنت تعمل سيستم أو نظام إداري. النظام الإداري، عشان ما أقول لك كلمة كبيرة، الموضوع بسيط جدا. يعني أنا دائما بحب أبسط الأمور لأنه هي أصلا بسيطة ونحن اللي عقدناها. النظام الإداري بعيدا عن المسميات الكبيرة، هو ببساطة أنت قلنا البزنس عبارة عن أقسام. أول شيء التسويق، الإنتاجية، تسويق المبيعات الإنتاجية، وخدمة ما بعد البيع إن وجدت على حسب مشروعك، ومن ثم الإدارة. السيستم أو النظام هو أنا، والنظام الإداري هو أنك تحدد مسؤوليات محددة للي هو اللي بيعمل التسويق أو لبوزيشن التسويق. يعني المسوق حيكون عنده مسؤوليات محددة وواضحة، وكذلك المبيعات عنده مسؤوليات محددة وواضحة، وكذلك الإنتاجية اللي بيقدم المنتج أو الخدمة لها مسؤوليات واضحة ومحددة، وكذلك نفس الشيء الإنتاجية أو الإدارة وخدمة ما بعد البيع، كل واحدة فيهم لها مسؤوليات معينة وتكتمل فيها رحلة العميل. تكون أنت ضامن أنه العميل لما يجي حيلاقي، أو حنلاقي عندنا شخص مسؤول عن التسويق قادر أنه يجيب عملاء أو قادر أنه يوصل لعملاء مستهدفين، ومن ثم عندنا فريق مبيعات قادر أنه يبيع لهؤلاء العملاء، ومن ثم عندنا فريق إنتاجية قادر أنه يلبي هذه الطلبات سواء منتجات أو خدمات، ومن ثم إدارة من فوق قادرة تدير كل هذه المنظومة. والإدارة مسؤوليتها أن تشوف أنه كل هذه الخطوات ماشية بالشكل السليم. بكذا مبروك، أنت عندك شركة ماشية بسيستم قوي، وتطور هذا السيستم. أنت كل ما زاد دخلك يزيد تبدأ تعمل سيستم، قد تعمل سيستم إلكتروني وقد وقد وقد، لكن أنت من البداية مش محتاج أن يكون عندك سيستم وإلكتروني وإلى آخره. لو أنت مستطيع مش غلط أنك تعمل، لكن ابدأ بشيء عادي بسيط سهل، ومع الأيام ومع الدخل، كل ما كان عندك دخل كل ما أنت طورت الموضوع أكثر وركزت فيه بشكل أكبر. بعد كده أنت كصاحب العمل حتكون أنت من فوق عندك سيستم وعندك مدير وعندك عمال أو موظفين بيشتغلوا، فأنت بتكون قاعد من بعيد تتفرج عليهم متأكد من كل شيء ماشي تمام. بعد كده بكل سهولة وبساطة هتعمل فرع تاني، هتاخد نفس السيستم ده ونفس النظام ده، تعمل كوبي بيست وتتطور وتتطور وتنجح. وعلى فكرة دي رحلة كل رجل أعمال نجح في حياته أو نجح في البزنس، هو عمل كده مش أكثر من كده. قد يكون اكتفى بفرع واحد وكبر وكبر وزاد الخدمات ممكن، لكن هو كذا أو كذا هو مشى بهذه الخطوات البسيطة. يعني أغلب رجال الأعمال اللي أنا قريت قصة حياتهم هم ما كانوا يتوقعوا أنه بيقدر يعمل كذا. فما تستهين بنفسك، أنت تستطيع، لكن ابدأ من هنا. يعني أنت مستحيل تصل لهناك من هناك، أنت لازم تصل لهناك من هنا، تبدأ تحرك، تعمل الأشياء المتاحة حاليا، تبدأ شوية 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 تنطلق. زي ما قلنا تبيع أي حاجة أنت بتقدر تجيب منها فلوس، أي شيء تشوف الناس اللي حواليك محتاجين. حتى لو حتبيع في السوق العام، تبيع أكياس إذا الناس محتاجينها، ده بداية بزنس. يعني هو ده بزنس في النهاية. الفكرة أنه أنت ما توقف وتقول أنا حاليا مش معاي،
انا ما معي ايجار محل ولا معي ولا معي، ايا كان الوضع اللي انت فيه ابدا من حيث انت وابدا تحرك، تعلم كيف تعمل الخطوات دي، بعد ما تتعلمها ابدا انطلق وطبق وتاكد انك متعلم قبليها عشان تختصر على نفسك خطوات كثيره جدا. يعني في عشرات الطرق كيف تبدا فيها من دون راس مال، دي انت محتاج انك تتعلمها، محتاج انك تعرفها وتعرف طرق تطبيقها وتعرف المجالات اللي بتشتغل فيها عشان تختصر على نفسك سنين وسنين. لانه انت لما تاخذ من شخص معلومه انت بتاخذ كل خبراته كلها. عشان كده يمكن اللي قرا فيكم الكتاب في فقره اسمها اختصر على نفسك 70 سنة. الفقره دي بتقول انه انت كيف فعلا تروح للشخص اللي عنده خبره 50 سنة و60 سنة في البزنس وتقعد معه وتاخذ منه خبرته، وبالتالي تكون انت اختصرت على نفسك 60 سنة أو 70 سنة. لما نقول شخص عنده خبره 60 سنة معناها هو 60 سنة عباره عن تجارب، فشل ونجاح وفشل ونجاح وفشل ونجاح، جرب 60 طريقة و60 طريقة 55 منهم مش شغالين، 5 بس شغالين. انت حتاخذ الخمسه اللي شغالين وحتطبقهم وحتحصل على نفس النتائج اللي هو بيحصل عليها. ويمكن دي انا يعني انا اشهد الله انه دي هي يعني القاعدة الأساسية اللي أنا بمشي عليها، اللي هي فعلاً خلتني أنا يعني أتفوق على جميع المنافسين اللي حوالي، وخلتني أنه أنا فعلاً أختصر على نفسي مش 70 سنة 700 سنة. يعني أنا بأخذ من فلان 20 سنة، من فلان 40 سنة، من فلان 50 سنة، وبجمع في أي شيء، وأي شيء بيوقف علي بشوف أفضل شخص في العالم فيه بأخذ منه المعلومات، وبكل بساطة بقدر فعلا أطبق في البزنس وأنجح بكل سهولة. عشان كذا أنا شخصيا اختصرت على نفسي مئات السنين كيف بأنه أنا أخذ دورات ومحاضرات وأستشير ناس من أهل الخبرة وأهل الاختصاص. يمكن أنا من 4 سنوات ونص أو 5 ما كان عندي أي معلومة عن البزنس حرفيا ولا معلومة. يعني أنا حتى مش ما كنت عارف المعلومة اللي قلناها قبل شوية، اللي هو أن البزنس هو أنك تقدم خدمة أو منتج تأخذ من خلالها فلوس. المعلومة دي أنا ما كنت أعرف. فتخيل معي يعني في 4 سنين عشان أنا أخذت معلومات اختصرت على نفسي، اليوم ولله الحمد أنا مستحيل أعمل مشروع يفشل بفضل الله. ومن أول ما تعلمت المعلومات دي وبدأت أطبقها ما عملت مشروع وفشل أبدا أبدا أبدا. ويعني الناس اللي حوالي عارفين الحاجة دي، وده ما مش بسبب أنه أنا ذكي وعبقري. على فكرة أنا يعني قبل 4 سنوات ما كنت ذكي ولا كان عندي قدرات عالية جدا ولا كنت متفوق دراسيا ولا أي شيء، لكن هي دي يعني الخلاصة أن أنا أخذت من أهل الخبرة وأهل الاختصاص، والحمد لله بديت أطور وأشوف وأكيف. يعني أخذت من ناس متفوقين في الغرب وفي الشرق، وبديت أطور وأطور وأطور وأكيف العلم اللي أخذت منهم على منطقتنا العربية وعلى المكان اللي هنا، وبدأ يضبط ويضبط. والحمد لله اليوم أنا مؤسس علم تكوين الثروة، ما بقولها تفاخرا لكن بقولها لأنه شخص قبل 4 سنوات ونص أو 5 سنوات كان هو لا يفقه شيء في البزنس، اليوم أنا مكون علم. يعني أنا أخذت كل هذه المعلومات وبدأت أدرسها وأطبقها وأعمل تجارب على فلان وعلى فلان وعلى وعلى وعلى، إلى أن كوننا علم متكامل بيضمن لأي شخص يمشي بهذه الأساسيات أنه يوصل لقمة الراحة المالية. ممكن تشوف قصص النجاح، الناس اللي فعلا حضروا وطبقوا هذه الخطوات والأساسيات اللي هي مفصلة واللي نجحوا فيها. أنا عايز يعني أي حد موجود هنا يدخل ويشوف هذه القصص النجاح عشان تعرف أنه الموضوع مش مقتصر على شخص. حتلاقي شخص عمره 70 سنة بدأ وتحرك ونجح، حتلاقي شخص عمره 40 سنة بدأ ونجح، حتلاقي شخص متعلم وشخص غير متعلم، حتلاقي واحد عمره 22 سنة بس كذلك لما طبق هذه الخطوات نجح ومشى، حتلاقي ناس بيقولوا لك أنه كانوا هم شغالين 25 سنة وما قادرين يوصلوا لأي شيء لأنه بس طبقوا هذه المعلومات خلال سنة أو سنتين حصلوا على نتائج ضخمة جدا. فأدخل شوف عشان تعرف أن الموضوع فعلا سهل فعلا بسيط. ويعني الحمد لله في عندنا مئات القصص من النجاح هتقدر تبين لك من بلدان مختلفة، من ثقافات مختلفة، من فكريا هم درجاتهم مختلفة. فلذلك الموضوع سهل بسيط، وأقسم بالله العظيم إنك تستطيع
انك تصل للراحة المالية، لكن لما تمشي بالخطوات الصحيحة. في نقطة مهمة جدا لازم اذكرها بما انه احب نتكلم عن الاساسيات، ضروري جدا 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 تحدد مين هم جمهورك المستهدف. لازم تحدد وبقوة وبدقة وبأكثر تفصيل ممكن. في عندنا قاعدة في البيزنس بتقول if you can define them you can find them، يعني إذا تستطيع تعريفهم تستطيع الوصول لهم، إذا قدرت تحددهم حتقدر تصل لهم، وكذلك إذا ما قدرت تحددهم أو تعرفهم فأنت ما حتقدر توصل لهم بطبيعة الحال. أنت محتاج تحدد مين هم عملائك، هل هم رجال أو نساء، هل هم كبار أو صغار، أعمارهم من كم لكم، هل هم الجنسية الفلانية أو الجنسية الفلانية، هل هم من الطبقة الغنية أو من الطبقة المتوسطة أو من الطبقة الفقيرة. لازم تحدد التفاصيل دي وبدقة، يعني ما ينفع تقول أنا عملائي كل الناس، كل الناس مش عملائك أبدا، لأنه أنت لما تكون محدد، تخيل معي أنا عايز أبيع عطر، والعطر ده عطر أو بلاش عطر، أنا حبيع أكسسوارات، الأكسسوارات دي أكسسوارات، ممكن أفتح محل أكسسوارات عام، في أكسسوارات رجالية وأكسسوارات حريمية، أكسسوارات غالية وأكسسوارات رخيصة، ده يعتبر تشتت، وفي الأغلب صاحب المحل ما حيحصل على نتائج أو حيحصل على نتائج بسيطة جدا، وحيصعب على نفسه أهم جزئية اللي هي التسويق. نحن بناخذ بنعرف الجمهور المستهدف بالضبط عشان نقدر نوصل لهم بسهولة، وعشان نقدر نخاطبهم بسهولة، وعشان نقدر نعمل إعلان يقنعهم، لأن احنا عارفين كيف يفكروا، عارفين مين هم، عارفين كم مقدرتهم، فحنقدر نوصل لهم بسهولة. فتخيل معي أنه أنا ببيع وحددت، ببيع على الجهة الثانية ببيع أكسسوارات، أنا محدد الأكسسوارات دي أكسسوارات نسائية، وأكسسوارات نسائية للنساء الموجودين في المغرب العربي مثلا، هم بيلبسوا بطريقة معينة مثلا، فأنا محدد مين عملاء المستهدفين، محددهم، عارف أنه من أعمار 17 لأعمار 40 سنة هم دول الفئة المستهدفين، محددهم وبوضوح بكده بكل سهولة، حعرف هم كيف يفكروا، حعرف هم في المتوسط دخلهم كم، حقدر أوصلهم بسهولة، لأنه معروف النساء اللي في المغرب العربي دائما بيكونوا موجودين في الفيسبوك أكثر من الانستغرام، أو العكس، أو لما أقول النساء الخليجيات موجودين في الانستغرام أكثر أو موجودين في السناب شات أكثر، فحقدر أعرف وين أعلن أو وين أوصلهم أو كيف أوصلهم بسهولة. فضروري جدا تحدد مين هم العملاء المستهدفين. بكده لو أنت عملت الخطوات دي بالطريقة الصحيحة فأنت حتبدأ تتحرك بشكل سليم وتبدأ فعليا تنطلق. يعني في واحد من الشباب اللي حضروا معانا الدورة، قابلته أنا يمكن من أسبوع أو أسبوع شوية، كان فعلي يعني الإنسان ده أنا ما كنت متوقع أنه هو فعليا هو قد يعني قد ينجح بهذه السرعة. هو أصلا من بلد معينة، وحتعرف أي بلد لأن أنا كنت هناك قبل أسبوع، في بلد من بلد معينة. المهم هذه البلد هو حضر دورة، يعني هو سافر من 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 هذه البلد وجاء للبلد اللي كانت فيها الدورة، وفعلا قعد وحضر الدورة ورجع ما كان عنده رأس مال، هو تعلم الطرق اللي كيف يبدأ بيها من دون رأس مال، كان معاه رأس مال بسيط يعني مبلغ بسيط، وتعلم كيف يجد المشروع المناسب وكيف يبدأ وكيف يختار المشروع من المشاريع اللي هي بتصلح لرأس المال القليل أو رأس المال المعدوم، وجاء وفعليا دخل الدورة وتعلم كل هذه التفاصيل. اللي عمله راح بكل بساطة اشترى، حدد منتج معين، المنتج منتج حريمي، مش هقول اسم المنتج بالضبط عشان ما نخرب عليه. المهم اشترى المنتج وجاب المنتج، المنتج اشتراه المنتج الواحد $1.5، اشترى يمكن 50 إلى 100 منتج وجابهم، يعني كلفته تقريبا $100 أو 100 وشوية دولار، والمنتج الواحد بدولار وشوية، $1.5 $1.6. المهم اشترى هذا المنتج وبدأ يطبق عليه كل اللي هو تعلمه، بدأ جاب المنتج وسعر المنتج،
أضاف عليه تكاليف التوصيل وتكاليف التغليف، غلف، لأنه تعلمنا أنه أنت عشان تقدر تبيع بسعر غالي لازم تغلف بطريقة معينة ولازم تعمله. عارفين باع الوحدة بكم؟ باع الوحدة ب$37 تقريبا. عايزك تحسب معي، هو كان اشترى الحبة $1.5 أو $1.6، خلينا نقول دولارين، يعني باع الحبة سعرها بالتوصيل لحد ما وصلت الحد عنده $2 وحط عليها تغليف $3، يعني دي $5، وكذلك التسويق $10 كلفه. هدي كده أحسب معاي المنتج $2، التغليف $3، التسويق $10، دي $15، وكذلك التوصيل كان بيكلف في حوالي من $3 إلى $10 على حسب المنطقة أو المكان اللي هو بيوصل له. فشوف التكلفة كم كلفه عندك أنت، $15 بالإضافة إلى الـ8 ماكسيموم، فدي حتكون يعني قول 25 ماكسيموم كلفه، 25، وباع بال $35 إلى $55 على حسب القطعة، لكن هو كان محدد أشياء معينة تناسب شريحة معينة وفيها أسعار مختلفة. أحسب معايا في الحبة، هو على الأقل على الأقل بيربح $10، وهو يعني بدأ باع عن طريق الأونلاين، باع عن طريق الإنستغرام، هو محدد مين العملاء، محدد هم وين موجودين، سوق ونشر وركز في التسويق زي ما قلنا، استعمل كل الطرق اللي تعلمناها في الدورة في التسويق، كيف تعمل التسويق، كيف تعمل المادة التسويقية بحيث أنه تكون تشد الناس وفعلا يتواصلوا معك، كيف تتواصل معهم، وبدأ طبقها. اليوم هو على الأقل بيبيع في اليوم 5 حبات، من 5 إلى 12 حبة بحسب اللي هو قاله. فهو اليوم ولله الحمد بدأ وانطلق وتحرك ووصل لمرحلة، أنه مش مرحلة كبيرة لكن على الأقل بدأ انطلق فعلا. يعني أنا ما الشخص ده تحديدا اللي انصدمت فيه، لأنه كان عادي جدا في الدورة، ما كان يعني حتى أسئلته كانت غريبة، يعني مش الأسئلة، في أسئلة بتحسها شوية بيبين لك إنه الشخص مش مهتم أو ما كان مركز معاك. ما حسيت إنه يعني ده، ما توقعت صراحة إنه يبدأ يطبق بهذه السرعة. بدأ يطبق، ما وصل لمرحلة كبيرة فعلا لكن بدأ تحرك، بدأ وصل لنتائج فعلية. يعني على الأقل لو هو بيربح $10 في الحبة، 10 × 5 = $50، 50 × 30، 5 × 3 = $15، دي $1,500. وهو لسه في بداية، يعني ده من أول شهرين، من أول 3 شهور بدأ ينطلق بهذه الطريقة. مش مهم المبلغ اللي في النهاية اللي هو $1,500، المهم إنه هو عرف هذه الطريقة. بما أنك تعلمت هذه الطريقة وأتقنتها، فأنت تستطيع أنك تزيد، تستطيع أنك تزيد التسويق، فبيزيد عدد المبيعات، فأنت بتربح، تقدر تجيب منتجات تانية، وتقدر. فعشان كده بقول لك أن الموضوع في قمة السهولة وقمة البساطة، أنت تستطيع لكن لازم تمشي فيها بالخطوات اللي قلنا عليها. حناخد بعض الأسئلة على السريع، ومن ثم بعديها ممكن نبدأ نكمل أو نجاوب سريعا على الأسئلة. طيب في واحد بيقول الرزق، أنت بتقول مضمون وكيف الرزق، والرزق من عند الله. خلينا نتفق، نحن متفقين الرازق هو الله والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، ودي نقطة نحن مش مختلفين عليها أبدا، نحن متفقين. لكن الله سبحانه وتعالى وضع لكل شيء سببا، ولازم أنت تسعى لتصل للرزق. والرزق يعني أنت مستحيل يجيك وانت قاعد بس بتتفرج، حتى لو جاك حيكون بشكل محدود وبسيط، لكن عشان تصل للراحة المالية لازم تبدأ تسعى وتتحرك وتعمل. والله سبحانه وتعالى يقول
هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. أنت شين أنت بتعمله حتاخذ جزاء. أحنا اليوم أنا كل النتائج اللي عندي هي نتيجة اللي أنا عملته، وأنت نتيجة اللي حتعمله حتحصل على نتائج. فأنت محتاج يعني الله هو الرازق، ودي نقطة نحن مش مختلفين عليها أبدا، لكن الله وضع أسباب لهذا الرزق، وأسباب الرزق أنك تسعى وتتحرك، ودائما دائما أنت المتحكم في رزقك، أو أنت اللي بتقدر تزيد أو تقلل رزقك. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول الصدقة تطيل العمر، يعني حتى العمر، خلينا من الرزق، العمر نفسه إذا أنت عملت أعمال معينة بتطول عمرك. ومن سره أن ينسأ له في عمره ويبسط له في رزقه، تقريبا كذا الحديث، فليصل رحمه. في أسباب معينة أنت لازم تعملها، وقل اعملوا، أنت لازم تعمل، لازم تتحرك، ولازم تسعى عشان فعلا تصل للنتائج. والرزق موجود وبكثرة. الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، يعني الرزق موجود وبكثرة وليس له أي حدود، لكن أنت عليك أنك تسعى وتتحرك وتبذل هذه الأسباب اللي احنا قاعدين نقول عليها. طيب، في واحد قال لي أو بيكتب إنه أنا كان عندي مشروع وكان ماشي معي أو كنت مركز فيه وبدأ يمشي معي بشكل جيد أو بدأ يمشي، لكن ظهر لي مشروع عقاري ثاني وكان أقوى فبديت فيه. ده اللي أنا فهمت من السؤال، فهل ده يعتبر شيء جيد أو تذبذب؟ التركيز من أهم 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 ركائز النجاح لمشروعك، لنجاح السريع. أي تذبذب أو أي تركيز أو أي تشتت حيخليك تفشل فيهم الاثنين، أو على الأقل نتائجك حتقل فيهم الاثنين. فما بصحك في البداية تحديدا تعمل أكثر من مشروع، هو مشروع واحد ركز عليه إلى أن تصل لمرحلة السيستم، لحد ما أنت فعلا يكون عندك منظم وفي ناس شغالين فيه وعليهم مسؤوليات واضحة ومحددة، وأنت مش محتاج تكون موجود في العمل أصلا، من بعيد أنت قادر أنك تدير كل العمل بسهولة وبساطة ويسر. بعد كده تقدر تعمل شيء تاني يعني. ودائما كل الناس الناجحين بقوة لما بدوا ما كان عندهم شركات كثيرة، يمكن حاليا عندهم أكثر من مجال وأكثر من شغل، لكن هم في البداية ركزوا عشان كده قدروا يوصلوا، عملوا سيستم، بعدها عملوا الشركة الثانية والثالثة والرابعة. ويمكن في قصة حصلت معي يعني شبيهة بالموقف اللي انت بتقوله. انا اول ما بديت، بعد ما بديت انه انا اشتغل وتعلمت المعلومات، وبديت اول ما بديت المشروع الاول بدأ المشروع يمشي ومشى بقوة لان عندي معلومات، وفعليا انا ذهلت من النتائج اللي وصلت لها. نتائج بدأ المشروع يمشي، كنت محدد مبلغ معين، جل المبلغ وزيادة عليه، فبديت احس ان طيب المعلومات موجودة وحماس وخلاص يلا انا حبدأ أبدأ مشروع غيره. فكرت أنا المشروع الأول بيجيب لي 15,000 أو بيجيب لي مبلغ كذا، فأعمل مشروع تاني يجيب لي 15 فكذا أجمعهم على بعض حيصير كذا. وفعلا بديت عملت المشروع التاني والثالث، وأنا ماشي لقيت المشروع، لقيت نتائجهم كلها بتقل، يعني 15 صارت 7-8 وجهدي زاد، الجهد اللي أنا ببذله، ولقيت نفسي هنا شوية وهنا شوية وهنا شوية. فإلى أن تعلمت وعرفت أن التركيز هو أصل، يعني ما حأقول لك إنه أنا خسرت، لكن جهدي زاد ونفس الربح تقسم عليهم. فعرفت هنا إنه غلط إنه أنا أعمل كذا. أنا لسه البزنس الأول ما عملته بسيستم قوي، وإنه يقدر يمشي من دون ما أنا أعمل. فإلى عملت هولد أو وقفت مؤقتا من الشركات الثانية، بديت ركزت بقوة في المشروع الأول إلى أن عملت سيستم. وهنا زي ما قلنا ما كنت مدرك معنى السيستم وقوة السيستم، بديت أخذ دورات في السيستم، بديت أتعلم معنى السيستم، وبديت طبقت سيستم محكم وقوي. الحمد لله اليوم الشركة شغالة من دون ما أنا أتدخل فيها،
وبعديها قدرت أعمل فروع وقدرت أعمل شركة ثانية وثالثة ورابعة في مجالات مختلفة. فمتى ممكن تغير مجال أو تضيف مجال جديد؟ بعد أن تركز عليه وتحصل على نتائج منه وتعمل نظام، وأنت تكون مش أنت اللي بتدير وأنت بعيد منه، بما أنه أنت اللي بتدير المجال لسه خليك فيه، ركز فيه، أعمل نظام محكم، جيب شخص يدير، بعديها أبدأ أعمل فروع من نفس النشاط أو أبدأ ممكن تروح نشاطات تانية. لكن بعد ما يكون في عندك سيستم، لأن زي ما قلنا الهدف من البزنس مش هو فلوس كثيرة وخلاص، الهدف من البزنس الراحة، يعني الدخل الجيد والراحة، مش الدخل الجيد والتعب. أنت عايز تجيب دخل كبير وبراحة وبسهولة وبيسر. أتمنى أكون جاوبتك على السؤال. نأخذ كمان سؤال. في واحد من الشباب يقول لي انه الكلام اللي انت بتقوله ده صعب يطبق في بلدي، او صعب انه انا اعمله في البلد اللي انا فيه. مبدئيا اي بلد بما انه فيها ناس وفيها بشر عايشين ففيها فرص بزنس، وفيها فرص مهما كان وضعها، مهما كان دخلها فيها فرص، يعني وفيها فرص مختلفة على حسب البلد اللي انت فيها، في فرص تتناسب معها. وما في شيء اسمه انه انا هنا الدخل او الاقتصاد نازل فالبزنس صعب، بالعكس، يعني قد في اغلب الاحيان بيكون البزنس في البلدان اللي اقتصادها نازل بيكون اسهل بكثير من الدول اللي اقتصادها عالي. اقتصادها عالي معناها منافسة اقوى، معناها جودة عالية، معناها اما في الدول اللي اقتصادها قليل في فرص اقوى وفرص اكثر، في الاغلب قوة شرائية اكبر أو عدد كبير من الناس، لكن عندهم طرق معينة تقدر تعملها، تقدر تعمل فيها البزنس وتنجح فيه. وأنا مجرب، يعني أنا عندي بزنس في دول اقتصادها عالي جدا 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 لأعلى اقتصاد في العالم، وعندي دول وعندي مشاريع في دول اقتصادها نوعا ما متوسط أو تحت المتوسط حتى، وعارف ومدرك الفرق بينهم. دائما الدول اقتصادها أقل أو اللي دخل الفرد فيها منخفض فيها فرص أقوى وأسرع وأسهل من الدول الأخرى في أغلب الأحيان. لكن نفس الشيء الدول الثانية فيها طرق، فيها فرص، محتاجة دقة أكثر، محتاجة قوة أكثر، محتاجة يعني شغل بطريقة أقوى، لكن فيها فرص والفرص دائما موجودة. والله سبحانه وتعالى يقول إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. الرزق هو على فكرة أي شيء، يعني الرزق، الفرص رزق، والسعادة رزق، والحب رزق، والنعيم رزق. فالفرص رزق، والفرص موجودة في البلد اللي أنت فيه، أنت مش شايفها ممكن لأنه ما عندك معلومات معينة أو ما عندك فكرك مش مدرك كمية الفرص اللي موجودة عندك. لكن أي دولة وأي مكان فيها بما أنه هي تحت سيطرة الله سبحانه وتعالى إذن فيها فرص. وأنت يعني بما أنه في بشر حواليك عايشين، إذن هم يوميا بيحتاجوا أشياء معينة وعندهم أشياء بيعملوها، أوثر عليهم شيء من اللي هم بيعملوه، أعمل لهم خدمة تسهل عليهم حياتهم أو تضيف لهم قيمة أو تغطي احتياج عندهم وخذ منهم فلوس بهذه البساطة. فأي مكان في الحياة في فرص للعمل، لكن تختلف من مكان لمكان وفيها تفاصيل كثيرة بنذكرها بالتفصيل بحسب المكان، لكن فيها تفاصيل كثيرة. في حد سألني عن تعدد المشاريع. زي ما قلنا تعدد المشاريع في للمبتدئين هو غير مناسب أبدا، ويعتبر من الأغلاط اللي بتوقعك. أنت تبدأ بمشروع واحد تنجح وتركز فيه، ولما تبدأ تضبط سيستم قوي الأفضل بدل ما تعدد المشاريع تعدد الفروع. ليه؟ لأنه أنا عملت مشروع وعملت سيستم معين وعارف تفاصيل السيستم، أنا ببيع شيء معين فعارف من وين بجيبه، مين الموردين، كيف أتفاهم معاهم، تفاصيل المنتج، وعارف كيف أجيب ناس يقدر يبيع المنتج بالشكل الصحيح، وعارف كيف أسوق.
لما انا افتح فرع هاخذ نفس الاشياء دي واطبقها هناك، انا اصلا على درايه فيها، مش حبدا مشروع جديد وابدا اكون فيه شويه شويه، لا. التعدديه بتبدا بعد ما يكون عندك سيستم محكم خلاص ماشي عليه. انت كشخص متفرغ ما عندك اي شيء، ما بتحتاج تكون موجود في العمل هنا، بس اقول لك اوكي ممكن تبدا تفكر تعمل مشاريع اكثر وتبدا توسع وتتوسع في اعمالك. إذا كان وضع البلد الاقتصادي تكلمنا فيها كثير. في واحد بيقول كيف أستدرك الفشل في أي مشروع؟ بكل بساطة أنت أرجع راجع المشروع. إذا أنت فاشل صار قصدي إذا أنت فشلت في المشروع أو حصل معاك دربك أو قلة في الربح، إذن في مشكلة في البنود اللي إحنا قلناها. يمكن ما شرحناها بالتفصيل لأن الوقت ما بيطول لشرحها، لكن حتلقى في مشكلة في الأشياء اللي احنا قلناها. أرجع راجع بالتفصيل حتلقى أنه إما ما في جمهور مستهدف أو غير قادر على الشراء أو أنت غير قادر على تقديم الخدمة بشكل صحيح. إذا كانت صح حتلاقي في مشكلة في التسويق أو مشكلة في الإنتاجية أو في البيع أو في الإنتاجية أو في التسعير أو في تقديم الخدمة، ما حتطلع منها، هي في مشكلة فيهم. قد تكون اصلا مختار مشروع غلط. يعني انا من كثر الاستشارات اللي عدت علي وكثر الناس اللي قابلتهم، اغلب الناس بيكونوا اصلا مختارين مشروع غلط وما بيكونوا فاهمين مين هم عملائهم. انت لازم تكون فاهم مخ عميلك والافكار اللي بتجي في عميلك عشان تلبي احتياجات. انا لما افهم مين انت والى ماذا ترغب والى ماذا تسعى، حعرف اوفي لك الشيء اللي انت عايزه بسهولة وبساطة ويسر. في واحد بيسأل كيف أعمل المشروع في وضع اقتصادي ضعيف؟ زي ما قلنا بالعكس ده يسهل عليك، وأنت ممكن تكون دي يعني شيء إيجابي لك إنه أنت حتبدأ في وضع نوعا ما ضعيف. بالعكس تحرك، بيع أشياء. الناس في الدول اللي مستوى الدخل فيها قليل تقدر تبيع أشياء بجودة منخفضة أو جودة متوسطة والناس حتكون مبسوطة فيها وبالعكس تسعى لها، وده بيسهل عليك. ما حيطلبوا أشياء خارقة، بيطلبوا أشياء معينة، فبتقدر تتعامل معهم، لكن لازم تتعامل معهم بطريقة يعني دقيقة شوية، بطريقة تقدر تسعر بطريقة صحيحة، ما تظلم نفسك فتخسر ولا تعلي فما يشتروا منك. محتاجة ضبطة زي ما قلنا بنشرحها في أسس التسعير بالتفصيل في 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 الدورات، لأن فيها تفصيل كثير. وزي ما قلنا هم في التسعير في استراتيجيتين، تسريع السعر الغالي والسعر الرخيص، وكل واحدة فيهم لها تفاصيل مختلفة وأسس مختلفة وطريقة ضبط دقيقة جدا. يعني غلط بسيط فيها قد يؤدي إلى انهيار العمل بشكل كامل، لكن شرحها يطول وإن شاء الله ممكن نشرحها في مرات أخرى أو في الدورات للي عايز تفصيل أكثر. في واحد من الشباب أو واحدة من البنات بيسأل هل أقدر أسوق للمنتج قبل أعلن وأسوق قبل ما أشتري المنتج وأخسر؟ هو أنت بتقدر، لكن ما بنصحك. أنت إذا بادي بهذه العقلية أن أنا ممكن أخسر، معناها أنت في عندك أشياء غلط أصلاً عاملها، معناها أنت مش متأكد. إذا أنت مش متأكد معناها أنت ما عملت الخطوات الصحيحة. فالأفضل أنه بالعكس أنت تقيس الخطوات الصحيحة، تتعلم، تتأكد أنه أنت فعلاً ماشي في الطريقة الصحيحة، ومن ثم تبدأ. وعلى فكرة دي حاجة يعني كويسة أن ذكرناها في الوقت الحالي. في دائماً حد بيكون ناوي يبدأ بزنس بس خايف ومتردد. الخوف والتردد ده هنا إيجابي جدا جدا جدا. يعني أنا دائما بعتبر الخوف رسالة إيجابية أو التردد رسالة إيجابية. الخوف معناها أنت في أشياء غامضة بالنسبة لك مش واضحة، فأروح تعلمها، مش تبدأ يعني تطنش الخوف وتبدأ. لا، أنت لازم تبدأ، لكن قبل ما تبدأ لازم تكون عندك خطة واضحة، عارف كيف حتعمل وين حتعمل وليه حتعمل وما هي النتائج التي ستحصل عليها. ودي يمكن
الرسالة الإيجابية للخوف. خوف معناها في أشياء ناقصة أو أشياء غير واضحة أو أشياء أنت غير متأكد منها، لازم توضحها وتتعلمها وتتأكد منها. يعني أنا بالنسبة للشخص اللي بيوقف وما يبدأ أصلاً عشان هو خايف أفضل من اللي بيبدأ ويطنش الخوف تماماً، لأنه في ناس بدوا وطنشوا الخوف واعتبروا لا مش موجود ودخلوا من دون ما يدرسوا ويتعلموا، دخلوا فحيفشل وحيخسروا كل اللي معاهم وحيخسروا وقت وجهد. لكن مش معناها أنك ما تبدأ أبداً. يعني أنا بالنسبة لي الأفضل أو أفضل سيناريو أنت ممكن تعمله، أنت خايف ومتردد لازم تبدأ، لكن قبل ما تبدأ لازم ترجع وبسهولة وبساطة تمشي في كل الخطوات، تتعلمها بالتفصيل، يكون معك خطة عمل واضحة بسيطة سهلة يسيرة تمشي فيها شوية شوية إلى أن تصل لأهدافك. فأنا ما بنصحك تبدأ وأنت خايف وعايز تعلن قبل ما تشتري المنتج عشان تخاف، لا، أنا بنصحك أن أنت تبدأ ويعني ما تخلي الخوف أو التردد شيء يوقفك، خليه حافز أنه يخليك تقضي عليه تماما وتنسفه تماما. كيف تنسف الخوف؟ بالتأكد أنه أنت شغلك حيمشي. ودي يمكن يعني دائما في عدد كبير من الناس بيكونوا جايين الدورة فضول بس، أنه أنا حاجة أشوف الكلام أنت بتقولوه. في ناس بينذهلوا لما يشوفوا أراء الناس اللي حضروا، كيف كذا أنا جاي عشان أشوف بس، ممكن ما يكون ناوي 100% يبدأ لأنه خايف ودائما معتبر البزنس مخاطرة ومعتبر أنه الموضوع مش في إيدي. لكن لما بيدخل في ناس كتير بيقولوا نحن دخلنا بس عشان نشوف أو نتعرف على الموضوع من قرب شوية، لكن اليوم قررنا أنه نبدأ لأنه صرنا خلاص عارفين الخريطة واضحة جدا. تخيل معي أنه أنت في غرفة وأنت عايز تطلع وأنت مش متأكد وين الباب موجود والضوء مطفي، فطبيعي حتكون متردد انك تروح. لكن لما ينفتح الضوء يكون كل شيء واضح والباب قدامك وانت شايفه، حتمشي بكل سهوله واطمئنان وتفتح الباب وتروح بكل بساطه. فده بكل بساطه اللي بتعمل المعلومات لما تكون واضحه بالنسبه لك وخطه واضحه مجربه، جربها قبل لك مئات والاف من الناس وفعلا وصلوا، حتجربها وانت مطمن وحتمشي بكل سهوله وبساطه ويسر. طيب في واحد من الشباب أو واحدة من البنات بيسأل عن أفضل طريقة للتسويق. ما في طريقة معينة تعتبر أفضل من طريقة، على حسب منتجك. نحن قلنا قاعدة مهمة جدا للتسويق، لازم تحدد مين هم عملائك المستهدفين عشان تعرف كيف ما عشان تعرف ما هي أفضل طريقة لهم. لأن لو أنت مستهدف المصريين مثلا حتبدأ تدرس المصريين، وأنت مستهدف الفئة الرجال اللي هم من عمر 18 أو من عمر 20 إلى عمر 40، فأنت هنا محدد فئة مستهدفة، حتشوف هؤلاء الفئة المستهدفة وين موجودين، حتلاقي أوكي طيب المصريين أغلبهم بيستخدموا فيسبوك أو بيستخدموا سوشيال ميديا أو بيشوفوا تلفزيون أو بيقروا جرائد، عشان تبدأ تشوف أوكي المصريين أغلبهم بيكونوا موجودين في الفيسبوك. جميل، الفئة دي تحديدا بتكون موجودة في الفيسبوك وأعمارهم من كذا لكذا، هنا أنت بكل سهولة حتعرف فعلا أن أفضل طريقة لهم في المكان اللي هم بيتواجدوا فيه. فأفضل طريقة للدعاية أو الإعلان هي المكان اللي بيتواجد فيه عملائك المستهدفين، ودي الدقة اللي بتخلي مشروعك ينجح. على فكرة أغلب المشاريع اللي دخلها قليل هي لأنها ما بتمشي بالدقة دي. يعني أنا حاليا بقول لك معلومات دقيقة يعني في الجامعة ما بيدرسوها، في الجامعة تدرس في سنين وبشكل أقل من اللي أنا بقوله حاليا، ما بالك باللي في الدورة واللي 8 ساعات. أنا يعني انصدمت من بعد ما تعلمت المعلومات دي وصرت أطبقها وأعلمها وفعلا أخذت منها نتائج. لما أقعد مع ناس، بقعد مع شخص مثلا في البزنس من 40 سنة، بيقعد معاي وبيتكلم معاي وبيسألني وكذا، يعني بحس انه هو مش عارف المعلومات دي، واول ما ابدا اتكلم معاه بيكون مذهول ومصدوم، وبتلقاه ماشي في عمله بعشوائيه شديده وشغله ماشي ماشي نوعا ما بشكل بسيط. عشان كده تلاقي اغلبهم بيشتكوا من البزنس، ما بالك لو انت طبقت بهذه الدقه. انا اوعدك اذا طبقت بهذه الدقه انه انت حتحصل على نتائج فعلا سحريه، لانه انت جاد في الموضوع، انت بتشتغل بجديه. ودي حاجة على فكرة هي سلبية لكن جيدة لكم أنتم، جيدة عشان الناس اللي حيطبقوا.
الشيء السيء او السلبي انه في مجتمعاتنا العربيه او في منطقتنا يعني العربيه اغلب الناس بيشتغلوا بطريقه عاديه وسهله ومبسطه بطريقه بسيطه عشوائيه بالطريقه اللي هي العاديه انه بس بيشتغل. فانت لما تجي تشتغل بدقه انت حتكون افضل منهم بسهوله، يعني انت مش محتاج تتميز باشياء كثيره، لا اعمل افضل منهم بشويه اللي هم اصلا ما بيعملوا اي شيء، هم يا دوب بس بيعملوا بزنس بطريقه عاديه، بيبيعوا المنتج من دون تسويق، بتسويق بسيط، بتسويق ضعيف، هو مش عارف مين عملائه اصلا. فلو انت لو عارف عملائكم حددهم وينهم، تعليل لهم بالطريقه اللي بتناسبهم وواصل لهم في مكانهم ومركز على التسويق ومركز بطريقه معينه، صدقني بكل سهوله حتعرف تتفوق عليهم بكل سهوله وبساطه. وانا يعني يمكن في الفتره الماضيه لانه بقعد مع شخصيات كبيره عندهم اعمال كبيره، انا بستغرب كيف اعمالهم ماشيه بهذه العشوائيه، فما بالك لما يطبقوا. عشان كده انا بتفوق عليهم بسهوله وهم مصدومين كيف انت قادر بهذه السرعه وفي هذا السن انك تصل لكل اللي انت واصل له. ليه؟ لانه انا بطبق بدقه وبطبق معلومات فعلا بيطبقوها اللي واصلين لمراحل عاليه جدا، فطبيعي انا حوصل وطبيعي انت حتوصل، عشان او قصدي لو طبقت هذه المعلومات، لانه هو مش عبقري. يعني انا بعترف انا مش انسان عبقري ولا عندي ذكاء خارق، انا فقط بستفيد من تجارب الاخرين. انا بطبق الكلام اللي قاله الله سبحانه وتعالى، انا بسال اهل الذكر. الله قال لي اسال اهل الذكر اذا ما كنت بتعرف، اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، عشان نكون قلنا الآية بطريقة صحيحة. أهل الذكر هم الناس زي ما قلنا اللي نجحوا في الشيء اللي أنا عايزه أيا كان. أنا عايز يكون عندي عضلات، حسأل أهل الذكر في العضلات، حشوف ناس فعلا جربوا ووصلوا النتيجة اللي أنا عايزها فحعمل زيهم حوصل. أنا عايز أعمل بزنس ناجح، حشوف حد نجح في البزنس في فترة سريعة وصل اللي هو عايزه، حاخد منه المعلومات، حطبق الأشياء اللي هو بيقولها وحوصل بكل سهولة وبساطة. نسيت أصلاً السؤال اللي كنت بجاوب عليه، لكن أتمنى أكون جاوبتك عليه. في واحد بيقول لي شو هي الخدمة اللي بتقدمها شركتك أو شركاتك؟ أنا عن المجالات اللي بشتغل فيها مجالات مختلفة عن بعض، مش نفس المجال، فهي أكثر من مجال وأكثر من خدمة، وكل شركة فيهم مستهدفة فئة معينة. زي ما قلنا أي شركة فيهم مستهدفة جمهور معين وجمهور محدد، وعارفين هم مين وعارفين كيف نوصل لهم وقادرين نوصلهم، عشان كده قادرين ننجح بسهولة وبساطة. فشركاتي في منها قطاع بيخدم الأعمال عموما، تخليص معاملات ومعاملات إدارية ودراسات جدوى ودراسات اقتصادية واستشارات تسويقية، دي واحدة من الشركات. كذلك في شركة ثانية للخدمات الإلكترونية أو البرمجة والآي تي، فيها كل أنواع البرمجة من برامج إلكترونية وأبليكيشنز وسيستمز. في عندي شركة تنظيم معارض واحتفالات، اللي هي تنظيم المعارض عموما الدولية والشركات والأفراد. في عندي شركة للمنتجات، بنجيب منتجات عادية وبنبيعها، يعني دي المشاريع السهلة البسيطة اللي بنصح فيها الشباب اللي لسه ما يعني ما عنده المقدرة المالية ولا المقدرة الفعلية، إنه يبدأ بالأشياء اللي هي عندك وتمشي شوية شوية. عندنا خدمات تانية كالتأمين، وخدمات كالديكور والتصميم الداخلي والإنشاءات. ففي عدد من القطاعات بنشتغل فيها، وما عايزك تنصدم من الكمية اللي أنا قلتها، لسه في أكثر من شيء، لكن ده كله أنا ما وصلت له من هناك، أنا وصلت له من هنا. يعني قبل 4 سنوات ما كان عندي أي معلومات، بس عشان أنا بتعلم وبقدر قيمة المعلومة وبدفع مقابل المعلومة، أنا فعليا قادر أوصل لكل ده. بديت شوية شوية شوية، وابدأ أنت شوية شوية وحتبدأ تتوسع وتتوسع وتتوسع، لكن كله في النهاية بيرجع لنفس النقطة الأولى الأساسية، أنت بتقدم منتج أو خدمة تأخذ مقابلها فلوس. قد تجيب ناس يعملوا الخدمة أو المنتج، أو قد تشتري المنتج وتبيع بسعر أغلى، في النهاية أنت بتعمل كده عشان تقدر تنجح في البزنس أو توصل لمبتغاك في البزنس.
السؤال انعاد مرة ثانية، أفضل طريقة تسويق حققت نتائج لي أنا شخصيا؟ زي ما قلنا طريقة التسويق الأفضل، يعني أنا نفسي في كل المشاريع كل مشروع له طريقة تسويق مختلفة تماما. ليه؟ لأن عملائهم مختلفين تماما. لكن عموما طريقة التسويق الجيدة هي المكان اللي موجود فيه عملائك. يعني في عندنا بعض الشركات تسويقنا في المجلات والجرائد، مع أن الطريقة سيئة، لكن في بعض الأشياء لأن العملاء بيقروا، في عندنا خدمات معينة لشخصيات معينة بيقروا جرائد، فلازم نكون موجودين في الجرائد بالنسبة لهم. بالنسبة للخدمة دي في أشياء عن طريق السوشيال ميديا، لأن الناس موجودين في السوشيال ميديا، فهي على حسب مين هم عملائك المستهدفين وكيف توصل لهم. يعني مثلا عندنا شركة توظيف، شركة التوظيف دي بنعلنها في السوشيال ميديا. ليه؟ لأنه أغلب العملاء أو الناس اللي بيدوروا على وظيفة هم شباب في عمر الشباب، يعني أكيد عنده سوشيال ميديا وهو بيدور على عمل، يعني ما هو مش موظف، فأغلب وقته حيكون في السوشيال ميديا في الفيسبوك وكذا، فبنجي هناك فبيجي والشركة ماشية بسهولة وبساطة ويصل، لأنه عارفين نحدد مين عملائنا وين بيكونوا موجودين وكيف بنوصلهم وهم كيف بيفكروا وكيف نقنعهم ونقدر فعلا نبيع لهم. لكن عموما السوشيال ميديا هي من أقوى الطرق الحالية، لكن لازم أنت تمشي بالطرق يعني بالترتيب، إنك تحدد مين هم العملاء، تحدد مين هم بالضبط وين حيكونوا موجودين، بعديها أوتوماتيك حتعرف وين هو بيكون موجودين، بعديها تتعلم كيف تعمل الإعلان صح، لأن حتى الإعلان لازم تعمله بطريقة صحيحة. وإحنا في الدورة بنشرح بالتفصيل كيف تعمل الإعلان اللي أنت فعلاً حيجيبك نتائج كبيرة، فعلاً حتقدر توصل فيه لعملائك. وأي شخص بيطلع من الدورة هو محدد من عملائه المستهدفين، محدد المنتج اللي عايز يعمله، محدد صيغة الإعلان كيف حتكون، وكاتب صيغة الإعلان وطالع بخطة عمل متكاملة. ويمكن ده اللي بيختلف عن كل الدورات الثانية، أن أنت بتطلع مش بمعلومات بس، أنت بتطلع بخطة عملية تختار فيها المنتج، بتسمي المشروع، بتحط الخطة اللي حتمشي عليها حرفيا، بتحط المشاكل اللي بتواجهك حاليا وحلول لها فورية. انت حتطلع انت عارف حتعمل كذا وكذا وكذا، فعليا ما بيوقفك عن النجاح في مشروعك الا انك ما تطبق هذه المعلومات. في واحد بيقول هل المنتج بيكون صالح لكل وقت؟ طبعا لا، احنا قلنا في النهاية احنا بنبيع للجمهور مستهدف. في النهاية ما يريده الجمهور المستهدف هو اللي بيمشي. انت ممكن مثلا بتبيع اكل معين، الاكل بعد فترة وفترة وفترة بتتطور، ذوق الناس اختلف، فانت عليك انه انت دائما تحافظ على وجود الجمهور المستهدف، ودائما انت تكون مرن معاهم، مع الجمهور المستهدف، عايزين كذا تلبيهم، عايزين كذا تلبيهم. ممكن نفس القيمة، لكن القيمة ممكن تقدم منتج كذا ومنتج مختلف ومنتج مختلف، لكن بيلبي نفس الحاجة. فلازم تكون مرن مع السوق، لان ما في منتج بيستمر بنفس الطريقة أو بنفس القوة لفترة طويلة. طيب نشوف سؤال، يمكن الكل بيسأل عن، يعني لاحظت أكثر من سؤال عن أفضل طرق للتسويق. زي ما قلنا التسويق أفضل طريقة للتسويق هي المكان أو الطريقة اللي بيقبل فيها عملائك. لازم تحدد مين هم عملائك. مستحيل أقدر أجابك على السؤال ده ما لم أكون عارف مين هم عملائك المستهدفين والأشياء اللي أنت حتبيعه. لازم أكون عارف عشان نقدر نعرف وين هم موجودين ونعرف مين هم أصلا ونعرف كيف نوصل لهم وكيف نخاطبهم. لأن لو هم شباب يخاطبوا بلغتهم بالطريقة اللي قريبة لقلبهم، لو هم كبار لازم تخاطبهم بطريقتهم، والموضوع فيه تفصيل بيضمن أنه أنت فعلا تكون عامل الإعلان في المكان الصح وبالطريقة الصح.
طيب في ناس بيسألوا عن تفاصيل الدورة الخاصة بمصر، الدورة الخاصة بمصر فيه هتلاقي في الصفحة في فيديو نازل عن الدورة أو رابط نازل عن الدورة، اضغط عليه وتواصل مع فريق العمل راح يعطوك كل التفاصيل الخاصة بالدورة. طيب في واحد بيقول لي من فضلك عيد الخطوات، انا هعيد الخطوات على السريع كملخص لها ونختم بكذا. الخطوات زي ما قلنا الموضوع سهل وبسيط ويسير، انت محتاج انه انت تلم المواضيع وتعملها بالشكل الصحيح عشان تختصر على نفسك عشرات من السنين. انت محتاج مبدئيا تقرر، بمعنى كلمة تقرر ان انت فعلا عايز كذا. لما تقرر ان انت عايز كذا تحدد المبلغ اللي انت عايزه، يعني انت عايز مبلغ كذا، حددت المبلغ اللي انت عايزه تبدأ اولا بكل بساطة بكل سهولة وبكل وضوح لازم انت تكون صادق مع نفسك وجاد فعلا وتاخذ الخطوة الفعلية، لازم تاخذ خطوة، يعني ما ينفع انت تريد وتتمنى وانت ما بتعمل اي شيء، انت تريد وتتمنى لكن لازم انت تنوي وتفعل. لازم تكون عارف ومؤمن وميقن انه الوظيفة لا تتساوى مع الراحة المالية ابدا باي حال من الاحوال. امنت بكذا، عرفت البزنس، قلنا اول خطوة انك تقرر بصدق وبقوة، ثاني خطوة انك تعمل عملك الخاص ايا كان عملك الخاص، قد يكون اي شيء، مش لازم يكون شركة كبيرة او محل كبير او صغير، قد يكون عن طريق تليفونك، قد يكون عن طريق الانستغرام، قد يكون عن طريق الفيسبوك، انت محتاج انك تعمل بزنس مهما كان البزنس ايا كان البزنس. واليوم اسهل شيء انك تعمل البزنس لانه احنا في عصر التكنولوجيا وفي طرق كثيرة جدا تقدر تبدأ فيها بزنس، قلنا بنفصلها بالتفصيل في الدورات، وهنا حنفصل فيها على السريع عشان اللي ما حيقدر يحضر يستفيد كمان. البزنس زي ما قلنا هو انك تقدم منتج او خدمة تاخذ مقابلها فلوس، لذلك عليك انه انت تبدأ مشروعك وتحدد منتج معين او خدمة معينة انت حتبيعها عشان تحصل مقابلها على مبلغ معين، وده المبلغ ده يكون جزء منه ربحك وجزء منه التكاليف الخاصة بالدورة والتكاليف الخاصة بدورة المنتج أو بدورة الخدمة اللي هي الدورة الكاملة أو الطريقة اللفة كاملة. أنت حتجيب منتج، المنتج فيه عندك أسعار تغليف أسعار توصيل وأسعار التسويق، ومن ثم السعر الكلي، بتنقص سعر التكاليف كلها من السعر الكلي حيطلع لك ربحك، وبكذا أنت حتقدر تربح. قلنا في أمور أساسية لازم تتوفر في المشروع، وفي أشياء أساسية قبل ما تبدأ المشروع لازم تتأكد منها. أولاً قلنا لازم تتأكد من وجود الجمهور المستهدف، اثنين تتأكد من مقدرة الجمهور المستهدف على الشراء، وثلاثة تتأكد من أنك أنت قادر على تقديم هذا المنتج أو هذه الخدمة. إذا تأكدت من هذه الثلاثة تقدر تقول بسم الله وتبدأ في الخطوات اللي بعديها. قلنا انه اي بزنس في الحياة عنده رحلة معينة، اول باب في الرحلة هو التسويق، اللي بعده هو المبيعات، اللي بعده هو الانتاجية خدمة او منتج ايا كانت، ومن بعدها خدمة ما بعد البيع ان وجدت، وفوقهم الادارة اللي هي بتدير هذه المنظومة. قلنا اهم شيء تركز على التسويق لانه هو البوابة الرئيسية في مشروعك عشان فعلا مشروعك ينجح، وذكرنا امثلة على كده انه في شركات نجحت وما نجحت الا عن طريق التسويق، وهي نجحت عن غيرها أفضل منها في الإنتاجية وفي الإدارة وفي التسويق. وتكلمنا عن السيستم، قلنا السيستم هو أنك تضبط كل هذه الأشياء، وقلنا أنه عادي تعمل كل هذه الأشياء أنت لوحدك في البداية، ومن ثم تبدأ تكبر وتوسع ويكون لكل واحدة فيهم شخص أو أكثر من شخص مسؤولين عن هذه المرحلة اللي هي المرحلة الأولى، التسويق، المبيعات، الإنتاجية، وخدمة ما بعد البيع والإدارة. وقلنا ده هو السيستم، انت عليك انه انت تعمل سيستم وتبعد من بعيد وتتفرج على العمل وتضمن انه شغال من دون ما انت تكون موجود، بهنا بس انت تصل للراحة المالية. وهنا في نقطة معينة يمكن ما ذكرناها عايز نذكرها على السريع، في شيء اسمه مربع الاعمال. مربع الاعمال انت حاليا اللي بتشوفني ايا كان وضعك فانت داخل هذا المربع او بجنبه بشوية. المربع الاعمال هو كالتالي، تخيل معي انه في مربع او في خط كده وخط كده، هنا
أول خانة فيها اللي هو الموظف. الموظف هو أصغر شيء في هذه الـ أو أقل خانة أو أقل مرحلة أو أقل ليفل في هذا المربع. الموظف هو زي ما قلنا الشخص اللي بيبيع وقته مقابل مبلغ معين خلاص، ده هو أضعف شيء. الشيء الثاني اللي تحت هو الموظف الذاتي. الموظف الذاتي هو الشخص اللي بيشتغل عند نفسه، بيعمل أشياء معينة بياخذ مقابلها فلوس، ما بيشتغل عند حد، ما في حد يعطيه راتب، هو اللي بيشتغل مع نفسه. قد يكون موظف مدرس خصوصي، قد يكون مصمم بيصمم وبياخذ فلوس، قد يكون شخص عنده محل أو مكتب أو فاتح شركة ومعاه موظفين، لكن الشركة ما بتمشي إلا هو يكون موجود، فده يعتبر موظف ذاتي، ما يعتبر صاحب عمل أبدا. دي تعتبر خطوة أفضل أو مرحلة أفضل من موظف، لكن هي ما زالت موظف ذاتي، تعتبر مرحلة أفضل لكن هي مرحلة أقل من صاحب المشروع. فزي ما قلنا الموظف هو الشخص اللي بيبيع وقته بمبلغ معين وخلصنا، وده هو أضعف شيء. الشيء الثاني اللي هو الموظف الذاتي اللي هو شخص بيشتغل عند نفسه، لو حنعرف الموضوع بصورة أفضل، قد يكون مدرس خصوصي بيدرس وبياخذ، ما في حد بيعطيه فلوس، بيقدم الخدمة بياخذها، قد يكون شخص بيشتغل في البناء، قد يكون شخص بيشتغل في أي خدمة أيا كان، قد يكون حد عنده مكتب وشركة، لكن لازم يكون موجود عشان الشغل يمشي. بما أنه لازم يكون موجود عشان الشغل يمشي، إذن هو موظف ذاتي. والخانة الأفضل من الاثنين الأوائل أو المربع اليمين، دائما أنا بعتبره هو المربع الأفضل اللي هو يمين، اللي هو حيكون على اليمين فوق هو صاحب العمل، ودي هي المرحلة الأفضل اللي أنا يعني دائما بسعى أنه كل الشباب يوصلوا لهذه المرحلة، وأنا بتمنى أن أنت تصل لهذه المرحلة في أسرع وقت ممكن. أنت بما أن أنت في النصف هذا من المربع فأنت في خطورة شديدة، إذا أنت موظف فأنت في خطورة، وإذا أنت موظف ذاتي فأنت في خطورة كذلك. صاحب العمل هو الشخص اللي عنده شركة وعنده مشروع، لكن ضابط سيستم معين زي ما قلنا، ضابط الإدارة والسيستم ومسؤوليات محددة، وكل حد شغال وهو قاعد مرتاح والشغل ماشي بكل سهولة ويسر من دون ما هو يكون لازم يكون موجود عشان الشغل يمشي. بهنا أنت بس نقدر نقول عنك صاحب عمل، هنا تقدر نقول عنك أنت حر ماليا أو وصلت للحرية المالية، إذا كان الدخل اللي بيجي من الشركة ده بيريحك وبيكفي كل أساسيات الحياة والرفاهية، هنا مبروك أنت وصلت للحرية المالية. في عندنا الخانة الرابعة والأخيرة ودي أفضل خانة فيهم اللي هي المستثمر. المستثمر هو الشخص اللي ما عنده شغل أصلا، ما عنده بزنس أو عنده بزنس، لكن الاستثمار هو أنه بيحط الفلوس والفلوس هي اللي بتشتغل له، يعني بيستثمر الفلوس مع شخص معين أو مع حكومة معينة أو مع جهة معينة وهي بتشتغل وبيدخل له فلوس. فالمستثمر هو اللي بيخلي الفلوس تشتغل له، الصاحب العمل هو اللي عنده موظفين وتيم هم بيشتغلوا من دون متدخل، من دون ما هو يكون موجود سيستم مضبوط معين بشكل معين. وفي عندنا صاحب الموظف الذاتي اللي هو الشخص اللي شغال عن نفسه لازم يكون موجود عشان الشغل يمشي، والموظف اللي هو أقل شيء ممكن. أتمنى أنك تنتقل في أسرع وقت للمربع اليمين، وإذا أنت كنت في المربع اليمين تزيد وتطور وتركز على أنه يكون مضبوط بسيستم قوي وتصل للراحة المالية بكل سهولة. وقلنا مستحيل تضبط هذه الخطوات وتفشل أيا كان المكان اللي أنت فيه، أيا كان البلد اللي أنت فيه، أنت محتاج هذا السيستم وتمشي عليه حتى لو أنت مش فاهم تفاصيل. لذلك إذا ضبطته أنا أضمن لك أنك تصل للراحة المالية إذا عملته بالطريقة الصحيحة. طبعا إذا عملت الرحلة كاملة بالطريقة الصحيحة، أول شيء إذا اخترت المشروع بالشكل الصحيح، ومن ثم إذا سوقت للمشروع بالشكل الصحيح، ومن ثم إذا طبعا قبل التسويق تحدد مين هم عملائك المستهدفين عشان تعرف كيف تسوق لهم وين تسوق لهم، ومن بعدها إذا قدرت بعت بالشكل الصحيح، وبعديها إذا قدرت عملت الإنتاجية أو مرحلة الإنتاجية بالشكل الصحيح سواء منتج أو خدمة، ومن بعدها إذا عملت خدمة ما بعد البيع بالشكل الصحيح ودرت بالشكل الصحيح، فما في أي فرصة أنك تفشل في مشروعك. الموضوع سهل بسيط جدا جدا جدا، يعني أكثر أنا نفسي ما عرفت سهولة الموضوع إلا بعد ما جربته فعليا. في النهاية يعني أتمنى لكم حياة مليئة بالراحة المالية والسعادة والنعيم. عايز أقول شيء في النهاية، الراحة المالية أو الثراء هو شيء إيجابي جدا، مش شيء سلبي أبدا.
المال شيء إيجابي بيخليك أفضل. الأصل في المال إنه يخليك إنسان أفضل. في بعض الناس بيظن أن المال حيخليك أسوأ أو حيخليك إنسان غير صالح بسبب الأشياء اللي إحنا تعلمناها للأسف. لكن المال شيء إيجابي جدا، حيساعدك في أنه أنت تكون إنسان أفضل لنفسك، صحتك أفضل، عندك وقتك متفرغ لله سبحانه وتعالى، تقدر تعبد ربك بصورة أفضل، تقدر تكون صالح لأسرتك، تقدر تعيش أهلك بطريقة أفضل، تقدر تكرم نفسك بشكل أفضل، تقدر تكرم الناس اللي حواليك، تقدر تنفع بلدك ومستقبلك واقتصاد دولتك أو الدولة اللي أنت عايش فيها، فبالتالي حتتطور وتتطور وتكون إنسان أفضل. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول اليد العليا خير من اليد السفلى، والله سبحانه وتعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زينة يعني شيء جميل. فدائما المال جميل، المال شيء رائع إذا أنت إذا استعملته صح. إذا لم تستعمل الشيء بطريقة صحيحة فأنت الغلطان، مش المال هو الشيء السلبي. لكن المال حيخليك أفضل، حيخليك مرتاح أفضل، حيخليك يعني أنت نفسيتك أفضل، أنت ما مش مهموم بكيف حتأكل أولادك أو كيف حتأكل الناس اللي حواليك اللي أنت مسؤول عنهم أو أنت نفسك كيف حتأكل، كيف حتدفع مصاريف البيت وإلى آخره. لما تكون أنت مرتاح من هذه الأمور حتكون أريح، أخلاقك أفضل، مرتاح أفضل. وأتمنى لك يعني كل الأشياء الجميلة، وبقول لك إن الموضوع في قمة السهولة، وكل الناس اللي وصلوا الصادقين منهم اللي هم بتمنين لك الخير بيقولوا لك هو سهل وبسيط، وهم كثيرين جدا على فكرة. يعني أنا بديت أدرس لقيت إن هم أغلبهم بيقولوا إن هم سائلين الموضوع سهل وبسيط، لكن في بعض الناس حتلاقيهم بيقول لك صعب مستحيل وما حتقدر. دول إما هم مش فاهمين الموضوع صح أو مش عايزينك توصل. أتمنى لك كل التوفيق وكل النجاح. حاخد آخر سؤال لأنه لسه معاي شوية وقت وحنقفل. طيب في واحد بيقول لي ممكن تعطينا أسماء كتب نستفيد منها؟ في كتب كثيرة جدا، لكن عشان أنصحك بكتاب معين على حسب وضعك، في كتب تتناسب مع وضعك الحالي على حسب فكرك الحالي على حسب معرفتك على حسب مشكلتك اللي بتواجهك. يعني أنا دائما ضد فكرة إن الواحد يقرأ كتب بس من دون ما يعني من دون هدف. أنا حاليا ما بقرأ كتاب إلا لما أكون محتاج جزئية معينة وأبدأ أدور وين حلاقيها، في كتاب مع شخص معين في دورة معينة باخذها منه، ومن ثم ما بقرا الا لما اكون فعلا محتاج المعلومه عشان حاخذها حطبقها حاخذ منها نتيجه، مش حاخذ مجرد معلومات للثقافه او عشان بس اكون متثقف فيها او عارف فيها. فالكتب لازم انت تشوف الشيء اللي انت محتاجه وتشوف احسن شخص في العالم فيه وتاخذه منه، او افضل شخص في المنطقه عندك فيه وتاخذه منه. لكن لو قلنا شيء اساسي لازم يكون عارفه اغلب الناس، في كتاب اسمه Think and Grow Rich أو فكر تصبح غنيا، ده من الأفكار من الكتب الجميلة، فيها أساسيات أنا أنصح الكل إنه يقراها، للناس اللي عندها مزاج للكتب. يعني أنا شخصيا ما عندي مزاج إنه أمسك وأقرأ كتاب إلا إذا أنا مضطر فعلا أو أنا محتاج معلومة معينة، بشوف وبقرأ في الفهرس وين المعلومة موجودة وبقرأها. في البداية كان عندي هوس وبقرأ كثير وبحاول أقرأ لما عرفت قيمة المعلومات، لكن لقيت انه لا انا بقرا بس لما اكون محتاج حاجه معينه بقراها. ففي كتب اساسيه زي Think and Grow Rich جيد ممكن تقراه. في كتاب عندي انا اسمه الاسرار السبع للثراء السريع، ده انا ذاكر فيه كمان اسس اساسيه تفيدك اكيد في الوصول للراحه الماليه او بدايه مشروعك بالطريقه الصحيحه. لكن زي ما قلنا انت دائما تبحث عن الشيء اللي انت محتاجه. ولذلك أنا يعني دورة إسرار لعبة الثراء تحديدا هي من أكثر الدورات اللي عملت صدى على الناس اللي حضروها. يعني أنت لو شفتوا في الصفحة حتلقوا آراء الناس اللي حضروا، ما فيها أي حشو، ما فيها أي معلومات ما لها لازمة، أنت بتدخل بتاخذ الزبدة أو الخلاصة أو الشيء اللي أنت محتاجه. أنت بتكون طالع وعارف أنا حطبق كذا وكذا وكذا،
انت مش محتاج انه انت تعمل اي شيء بعد الدوره. يعني بعد الدوره انت عليك تطبق فقط. والحمد لله انا بعتبر نفسي توفقت جدا في وضع محتوى الدوره، وضع طريقه الدوره، وتغطيه النقاط في الدوره. بعتبر ان الله سبحانه وتعالى تفضل علي يعني في هذه الجزئيه. الحمد لله كل الناس اللي حضروا الدوره نجحوا فيها، او نجحت انا في توصيل المعلومه لهم، وكل اللي طبقهم اللي طبقوا نجحوا، كل اللي انا متواصل معاهم وطبقوا نجحوا، واللي ما نجحوا بقول له انت ما طبقت كذا وكذا، في اشياء واضحه هم ما طبقوها، ولما يطبقوها بينجحوا. ودي هي الدوره الوحيده اللي انا اقدم فيها ضمان للشخص اللي بيطبقها او الشخص اللي حيطبق انه حينجح باذن الله. وانا بدعوك اذا انت عندك المقدره او عندك النيه الفعليه انه انت تتعلم وتستثمر في نفسك وتاخذ دورات وتاخذ محاضرات، عشان فعلا تقدر تعمل، عشان تقدر تستثمر فعلا، عشان تقدر تختصر على نفسك سنين وسنين من التجارب والاشياء اللي انت مش عارفها. يعني انا في دائما بتجيني رسائل كثيره جدا في الفيسبوك، في الانستغرام، في سناب شات، انه انا عندي مبلغ صغير وين استثمره، عندي 10,000، عندي 5,000، وين استثمرها وكيف استثمرها. فالجواب دائما بيكون استثمر في نفسك. يعني انت نفسك، انت حاليا ما عندك معلومات، واضح انه ما عندك معلومات لانه انت حاليا وضعك المالي انت تبحث عن الاستثمار، تبحث عن الاستثمار يعني عايز تزيد دخلك، تزيد دخلك وما زاد لانه انت ما عندك معلومات، او عندك معلومات غير صحيحه، او عندك معلومات ناقصه، فانت محتاج معلومات. افضل استثمار انك تستثمر في نفسك انت، يعني انك تدفع على نفسك، تاخذ دورات، تاخذ محاضرات، تقرا كتب، ايا كان لازم تغذي نفسك بالاشياء اللي انت عايزها. فتستثمر في نفسك، تعلم كيف الفلوس بتشتغل، تعلم كيف تختار المشروع المناسب، تعلم وتعلم وتعلم، لازم تستثمر في نفسك. ويعني انت نفسك بتقيم بعلمك، يعني مهما كان المبالغ اللي عندك في البنك، مهما كانت الأرصدة اللي عندك، انت في النهاية المعلومات اللي عندك، انت بالمعلومات اللي عندك، لان انت اللي جبته كله بسبب المعلومات اللي عندك، واذا ضاع وراح هتقدر تجيبه بالمعلومات اللي عندك اذا المعلومات اللي عندك صحيحة. فبنصحك ان تستثمر في نفسك وتبدأ تنطلق في هذه الرحلة اذا انت جاد فعلا. في ناس مش جادين، في ناس بيتمنوا فقط، لكن اذا انت جاد فعلا وعايز فعلا 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 تصل للراحة المالية، انا بتمنى لك كل التوفيق، انطلق، وبدعوك انه انت تسجل في الدورة اذا عندك المقدرة انك تسجل. شوف في بلدك متى الدورة الجاية واسأل في التفصيل، بالتفصيل عنها، واذا بتقدر تسجل. انا اوعدك اذا انت سجلت في هذه الدورة طبقت المعلومات اللي فيها، انك فعليا تصل في وقت قياسي وتذهل كل الناس اللي حواليك، وفعلا تقدر يعني تنجح، لانك حتكون عندك خطوات واضحه وسهله ومجربه، وفي غيرك الاف الناس طبقوها ومشوا عليها ونجحوا فعليا في مشاريعهم. وانا لما عرفت ان الموضوع بهذه السهوله بديت اعمل علم تكوين الثروه، وبعديها عملت المشروع. انا عندي مشروع يمكن اغلبكم سمع عنه، هو مشروع مليون مليونير جديد. والمشروع ده بيهدف لأنه نحاول نغير حياة مليون شخص إنه يكون مليونير. وعندنا منهجية واضحة ماشيين عليها، وهي عن طريق الدورات والمحاضرات المجانية والكتب، بحيث إنه الناس فعلا تتطور وتتغير. والحمد لله إحنا ماشيين بخطوات ثابتة جدا، والحمد لله يعني حتى المحتوى العلم حيكون بلغات ثانية عشان أكبر عدد ممكن من الناس يستفيد. يمكن المشروع كان اسمه في البداية مشروع 100,000 مليونير عربي. فأنا فكرت في الموضوع، طب إيش معنى العربي بس، في ناس كمان محتاجين وعايزين، فنخليه على عام. فزودنا العدد وزودنا التوجه، وبإذن الله حيكون في دورات بلغات أخرى، وبإذن الله تستفيد، بإذن الله حياتك تتغير. انطلق. سعدت جدا بمعاكم، اشكركم على حسن الاستماع، واشوفكم ان شاء الله في مرات لاحقة. عشان التفاصيل زي ما قلنا عن الدورة حتلقاها في الرابط اللي قبله، ممكن تسأل عن تفاصيلها اذا كانت عندك الرغبة واذا كنت فعلا جاد.